أقتحم بفرساني أي حصن تراه من حصوني سبأ، وسترى مني ما يسرك. إن فرساني أيها الأمير قد بدأوا يتململون. هذه تعزية تستحق الثناء عليها لما حل بشتت. سنبحث في الأمر ونرى إن كان حسان يتفق معك. أما بالنسبة لي فلا مانع لدي في شن حرب ضروس على سبأ، فليس فرسانك وحدهم هم الذين نفاد صبرهم.